لقي رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيليكس مسرعه يوم الأحد 3 أكتوبر 2021 الجاري إثر حادث مروري مروع برفقة ضابطي الشرطة المسؤولين عن حراسته، حيث كان يعيش تحت حماية قوات الأمن منذ نشره لرسوم كاريكاتورية للنبي صلى الله عليه وسلم عام 2007. وقال موقع أفتن بوستن السويدي إن فيليكس البالغ من العمر 75 عاما مات حرقا بعد تعرضه لحادث سير مروع برفقة شرطيين في حادث تصادم سيارته مع شاحنة على الطريق السريع E4 خارج ماركرت في السويد. وقال رئيس الشرطة الوطنية السويدية أندرس ثورنبرغ في بيان صحفي: تلقيت ببالغ الرعب والحزن رسالة مفادها أن زملائنا والشخص الذي قمنا بحمايته ماتوا بعد ظهر يوم الأحد. ووفقا للشرطة السويدية ليس من الواضح كيف وقع الحادث، لكن سائق الشاحنة التي اصطدمت بسيارة فيليكس نقل إلى المستشفى وهو يتلقى العلاج هناك الآن. شهرة عالمية بعد نشره رسما كاريكاتوريا مهينا للنبي صلى الله عليه وسلم في جريدة نيركس أليهوندا اليومية عام 2007 مصحوبا بمقال عن أهمية حرية التعبير. في عام 2013 أعلن فيليكس عن تقديم رسومات جديدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في معرض بمدينة مالمو السويدية التي يسكنها عدد كبير من المهاجرين المسلمين، وهذا زاد من تأجيج غضب هؤلاء المسلمين في تلك المدينة وفي العالم بأسره.